حياكم الله أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية أي شركات الصرافة بلغت أكثر من 249 مليار دينار عراقي خلال الأشهر التسعة الماضية. هذا وأظهر جدول للبنك أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال تسعة أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي بلغت نحو 250 مليار دينار، مبينة أن الغرامات شملت أيضا 221 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال. أكدت لجنة النزاهة النيابية هيمنة فروع مصارف أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي. وقالت عضوة اللجنة فيان دخيل، قالت إن هناك مصارف أجنبية ورؤوس أموال تستحوذ على الحوالات المالية في العراق، وأن الأموال العراقية تذهب إلى دول أخرى، مشيرة إلى ضرورة تشريع قانون أحد من صلاحية المصارف الأجنبية وفروعها والمصارف العراقية التي فيها رؤوس أموال أجنبية. أكد النائب كاظم الفياض وجود شركات تعمل على تهريب العملة إلى الخارج بالكثير من الطرق غير القانونية، مؤكدا أن بعض تلك الشركات تابعة لجهات وشخصيات متنفذة وهي تستغل هذا الأمر في عملياتها غير القانونية. قال الفياض إن هناك شركات وهمية في بغداد وباقي المحافظات تعمل على تهريب العملة، كذلك هناك شركات غير وهمية وهي تعمل أيضا على تهريب العملة بطرق غير قانونية مختلفة وكثيرة، بعضها كشفتها الجهات المختصة خلال الفترات الماضية على حد تعبيرها. أكدت لجنة المالية البرلمانية أن مجلس النواب لا يعلم شيئا عن تفاصيل جداول موازنة عام 2025. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن البرلمان لم يطلع لغاية الآن على أي من تفاصيل جداول موازنة سنة 2025 ولا حجم الموازنة ونسبة العجز فيها وما تشمله من مشاريع وغيرها من القضايا المالية الأخرى، وأشار إلى عدم وجود أي موعد رسمي لوصول الموازنة إلى البرلمان حتى الآن. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.